هو بسم الله الرحمن الرحيم هو حقيقة دمر درنا ولم يحرره، دمر بنغازي. يعني هذا باب ما يسميه بتحرير هو تدمير، وليس هذا الشيء السيء، بس إن إحلال كما تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. يعني الشباب الطيب اللي كان في مدينة درنا ولا لا تستبدله بالصياح، هذوم اللي يركلوا اللي يحبسوا في الصبايا والأطفال عمره، هذا ما سمعناش به بصراحة حتى في الجاهلية الأولى. فقضيتين، قضية إن كيف حررتها دمرتها ولا لا، من اللي حل في محل هذا إن كان صحيح أصلا هو نحن وهذا طبعا الدعاية إعلامية والحروب ما زالت متواصلة والقتال متواصل، لكن لنفترض صحيح تحرر فيها من هلها يعني ما فهمناش نحن. كما ذكرت في التقرير كنا نتوقع ونلقوا شو اسمه البغدادي من البغدادي نلقوا غولة وناس مسلمين وناس في دم السيوف، كان النساء وأطفال ليبيين يعني ونساء ليبيات تسجن فيهن. أنا شخصيا مهما كان حرب قاتلة مع عدو ملحد والله انتحش من خش على حوض صبايا لأعداء. كما في التقرير الآن صورة العجوز الكبيرة في السن في هذا العمر 90 سنة، ويقوم بعض هؤلاء عصابات بإشارة علامة النصر هذه نعم ومسيبين شو اسمه نتنياهو وانضرمانه يقتل ويفشخ في المسلمين العرب. يا أخي هؤلاء أنا سميتهم فاسدين يعني ما هوش قوة مسلحة، الجيوش مشكة، حتى الجيش اللي يخش يحتل المدينة يحتل كذا ويدير فيها قوانين، لكن أن تصل إلى هذه الدرجة أنت واحدة من اثنين، يعني أنت لا تنتمي إلى هذا الوطن شئت أم أبيت، إن شاء الله مولود في ليبيا وعايش في ليبيا ومش عارف أمر شنو وعمرك ما طلعت برا، أنت لا تنتمي لهذا المجتمع ولا لهذا الوطن، أنت منسلخت عن ليبيتك عن كونك ليبي عن كونك، بالإضافة إلى كل اللي تدير فيه هذا ضد تعليم قيم إسلامك يعني يعني كأنك أنت مش ملتزم بالقرآن والهني والكتاب والسنة، ماكش أيضا ملتزم حتى بمجتمع، أنت شذوذ اللي يصير هذا في قنفوذة وصرف بنغازي ويصير الآن في درنا، ليبي يجيب صبايا وعزايز وفشخ فين وانتم قلتولنا جوا في شيشان ما شيشان وانظر شنو، أنتم فقدتوا عقولكم، هذا كان عندكم عقول أصلا باش تخش على مدينة هادية ما درت لك شيء ولا لا، ولا تخش على نساء أو رجال، يعني لا عندك عقل لا ضمير ولا لا ولا هي شجاعة ولا هي رجولة، نحن نسموا فين في الساد اللي يديروا هكي يعني ما يصيرش هذا الكلام.